لقيت طبطبه. مساء الخير. مساء النور يا بنات. لو سمحت عايزين مدام فريده او الانسه شيرين. اتفضلوا هاتيهم جوه يا استاذ سعيد. البنات بيسالوا على المدام. تعال قرب كمان. بس عايزين ايه؟ عايزين المدام فريده او الانسه شيرين. انا الضابط سعيد رئيس المنطقه دي كلها. اوكي اتفضلوا. قبل ما تدخلوا لازم افتش شنطكم عشان اشوف اذا كان فيها مخدرات ولا لا. شنط ايه حضرتك؟ على فكره انت بتتكلم مع ناس ولاد ناس على فكره. كلهم في الاول كانوا بيقولوا ان هم ولاد ناس، لكن في الاخر طلعوا انا ناس. هفتش الشنط قدامي. ايه ده؟ بقول لك ايه، المكان تحفه قوي. معقوله ده ب 300 جنيه بس؟ بقول لك ايه، احنا لو لقينا اوضه فاضيه نقول لصفاء ورشا. صفاء ورشا ايه، احنا هنعمل جمعيه. بقول لك ايه، انا مش مستريحه، المكان ده فيه امنه. ايوه عندك حق، لازم نجرب الاول، بس برضو المكان تحفه قوي. مش متفقله. شمال يمين شمال يمين شمال بس. ستوب بنتي هنا، ستوب بنتي هنا. استلمي حضرتك بنتين جداد بدل اللي اتحرقت واللي اتشنقت. ايه ده؟ يعني ايه؟ انا مش فاهمه. سعيد امشي انت دلوقتي. لا اسمحيلي، انا مش همشي غير لما اشوف شغلي. البنات دي لازم شنطهم تتفتش، مفهوم؟ وفي نفس الوقت لازم يكتبوا على نفسهم تعهد، لو عايزين ينتحروا يروحوا ينتحروا في وسط اهاليهم، احنا مش ناقصين مصايب هنا. سعيد امشي انت دلوقتي. انا هدخل اتعشى بس اخرج الاقيهم كاتبين التعهد وحضرتك مفتشه الشنط دي. عن اذنك. حضرتك احنا كنا حاجزين اوضه باسم نسمه وميرفت. انتوا نسمه وميرفت؟ احنا قريتوا تعليمات الدار؟ قريناها حضرتك وموافقين على كل حاجه. هتمضوا؟ هنمضي. تمام، تعالوا عشان اوريكم الغرفه. اهلا 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 وسهلا. مدام فريدة مامتي. فين أم شهاب تطلعهم أوضتهم؟ أنا اللي هطلعهم. ها؟ يلا يا بنات. ربنا يستر بقى. خالتي خالتي. إيه أنت كمان؟ إيه رأيك في شوية الصور اللي بعتهم لك على الواتس؟ لا مفتح يا ولد. بعت لي 50 صورة وهي قاعدة على الكرسي في الجنينة. وهي راحت حتة وأنا ما صورتهاش. بس سيبك أنتِ، أنتِ اعتمدتي على راجل. يا سلام. أمال إيه؟ بقول لك إيه؟ في بنتين جم بدل اللي اتحرقت وكده. إيه اللي بتقوله ده؟ أيوة بس والله الخوف كله إن هم يغرقوا في الحمام. ولا ولا أنا مش ناقصة غرموش غرموش. هش 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 وجع. هناء كفايه عياط، انا كل ما اشوفك بتعيطي قلبي بيتقطع. بس انا صعبانه عليها قوي يا حبيبي. اذا كان هي ما صعبتش عليها نفسها وانتحرت. لا يا هي مستحيل تكون انتحرت، بس انت ما تعرفهاش. دي واحده كانت بتحب الحياه وطول الوقت بتضحك، ازاي بس ما كانش باين عليها اي حاجه للاكتئاب دي؟ على فكره اغلب اللي بينتحروا ما بيبقاش باين عليهم اي حاجه. مش عارفه بس يا احمد انا. بصي من غير بس، ان انت تفضلي في الحزن ده غلط عليك. في فيلم حلو قوي في السينما انا عازمك عليه. احمد مش وقته الله يخليك. مفيش مش وقته، انا عازمك على السينما.
يلا يلا. حاضر. ايوه مدام، عايزه ايه؟ عايزه شيري. يا حلوه، انتي مش مصريه يا قطه؟ لا انا مصريه. إيه؟ لا انا اول مره اشوف واحده تتكلم مصري بالشكل ده. اكيد من دمنهور. You talk too much. يا نهار اسود، انت ملبوسه ولا ايه؟ وات؟ لا مفيش وات، في اديني البيبر. عايزه الشيري. مفيش شيري. بطاقتك البيبر. ماي جودنس. عايزه الشيري. ايه؟ ايوه دي باين لها ملبوسه عليها. خلاص خلاص. كمان ايه؟ ستيوبيت. ستيوبيت؟ البت دي باين لها حبتني. انت مهبب ايه هنا؟ لا انا عايز اعرف بقى ايه اللي بيحصل في المنطقه هنا. هو انتوا هتقلبوا المكان فندق وهتجيبوا اجانب وكده؟ ليه ان شاء الله؟ لا علشان اعمل حسابي. تعمل حسابك ازاي؟ لا اغير الهدوم الامن دي والبس هدوم تانية. تلبس ايه بقى؟ البس شورت وكات عشان لو اي واحد عايزه تنزل بسين انزل معاها. استيوبت يرحمكم الله. انت كمان استيوبت؟ بس انت خالتي ما تجوزليش. صباح خير يا فندم. اتفضل يا استاذ رفض. ازاي نيلي تنتحر يا فندم؟ الفيلا دي في حاجه غريبه. انا متاكد من الكلام اللي انا بقوله ده. انت طلبت منها ايه بالظبط؟ بصراحه انا طلبت منها تدخل ايد شيرين وتدور على اي حاجه ممكن تساعد بيها بنتي. انا شاكك ان شيرين دي بتتاجر في الاعضاء. بتتاجر في الاعضاء؟ ايوه يا فندم، والبنت قررت ان هي تساعدني. وانا طلبت منها ان هي تصور اي حاجه تخص بنتي جوه الاوضه. بصراحه اتصلت بيها اكتر من مره بعد كده، تليفونها لقيته مقفول. اتصلت بمروان قال لي الخبر، ما صدقتش. هي فعلا انتحرت. تقرير الطب الشرعي اثبت ده. معقول يا فندم نيلي تعمل في نفسها كده؟ اكيد في سر. وهيفضل مدفون معاها. ادخل. صباح الخير. صباح النور. انا منى اعلام. وانا نسمه في التجاره. بصي ودي بنت عمي ميرفت في تربيه القاهره. والله ده انا وهنا في القاهره برضو. ايه ده؟ لا بجد بتهزري؟ لا ده احنا نروح نيجي مع بعض بقى. لو تعرفوا اللي حصل اليومين اللي فاتوا في الاوضه اللي جنبكم. ايه اللي حصل؟ كانت فيها سماح طالبه طب جالها فيروس جلدي فمشيت، ونيلي طالبه صيدله انتحرت في اوضتها. يا نهار اسود، انتحرت ازاي؟ شنقت نفسها. استغفر الله العظيم يا رب. ماتت كفره يا ستي؟ محدش عارف ظروفها. والله دي كانت طيبة قوي وكانت بنت حلال، كانت زي القمر. بس احنا مش عارفين هي عملت كده ازاي. هي كتبت ورقة قالت ان هي انتحرت، زهقت من حياتها. ايه اللي انت بتقولي ده؟ هي اي واحدة تزهق من حياتها تنتحر؟ ده انا على كده انا ونسمة بقى ابطال. ده انا بنتي طول عمري من وانا في اولى ابتدائي بطلع الاولى. لولاش بس الثانوية العامة حسب الله ونعم الوكيل هي اللي ضيعت احلامي. ده انا كنت متوقعين لي طب. ايوه فعلا عندها حق، وانا كنت شاطره في الرياضه قوي وكنت عايزه ادخل هندسه عشان اشتغل في شركه المايه اللي عندنا في البلد، وفي الاخر دخلت تجاره. ما انتحرتش يعني. والله لو كنت شفتها واتكلمت معاها استحاله تقول انها ممكن تنتحر في يوم من الايام. بقول لك ايه، انا قلبي اتقبض من ساعه ما سمعت كلامك دوت. صعبت عليا والله. عرفتي ليه هنا بقى؟ عرفتي ليه هنا؟ السكن رخيص؟ انا مش فاهمه حاجه. هي فاهمه. بقول لك احنا ننزل نشتري حاجات تيجي معانا؟ لا ميرسي قوي، انا شويه كده هنزل اتغدى. يلا بقى استاذنكم. اتفضلي اتفضلي. بتقول لك انتحرت. هانت خلاص، واخيرا تبقى الفيلا بتاعتي، والمجنونه دي تحصل ابوها. غبية زيه، كان أكبر عقبة في حياتي، ودلوقتي هي بقت العقبة الوحيدة. لكن غرورها هو اللي هيوديها في داهية. خليها، ما هو برضو كان مغرور ومتكبر وفاكر إن مفيش حد أذكى منه. لكن على مين؟ تحت
تحت امرك فندم تومر بحاجه تاني؟ روح انت. البنات بتنزل منه، طالعين الحمام، رايحين المطبخ، نازلين خارجين. انا دلوقتي في طريق الاوضه الغريبه. مش هتتغدي معايا؟ معقوله اخرج انا اتغدى؟ ماشي يا ستي، عايزه سلمي لي على احمد كتير. يا صباح الفل يا نجمه. صباح الورد. عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ انا الحمد لله زي الفل. واخبار مسلسلك ايه؟ اهو ماشي تمام. ما تيجي معانا يوم؟ بجد انا نفسي قوي. طبعا ينفع. ما ينفعش ليه؟ معلش كنت عايز اسالك سؤال. اتفضل. ما تعرفيش مين اللي عملت لي كده؟ بصراحه مش عارفه، هو الموضوع غريب قوي. طيب عايز اقول لك ان مروان من ساعه اللي حصل نفسيته تعبانه قوي. كلنا نفسيتنا تعبانه، بس هنعمل ايه؟ بنحاول نهون على نفسنا. محدش عارف ايه اللي وصلها لده. للاسف لا، اصلنا مش اصحاب قوي، يعني بنتقابل كل فتره كده نسال على بعض نطمن على بعض، وهي عمرها ما اشتكت من اي حاجه. طب انا مش هعطلك بقى، انا هستاذنك، انا كنت رايحه اتغدى. لا لا لا، دي مش حاجه مهمه. انت اصلا بنت حلال، انا رايحه اتغدى، تيجي معايا؟ طب ومروان مش هيتغدى معاك؟ مروان ايه دلوقتي؟ مروان اكيد هيتغدى. ده انا هعزمك على عزومه كشري. ايه انما بالكبده؟ تعالي يلا بقى. ماشي. ده كشري يعني؟ انا بموت في الكشري على فكره، بحبه جدا. وانا اكتر على فكره. انا مش عارف ازاي هي عملت كده. انا حاسس ان هي اتقتلت. اتقتلت بس ازاي؟ اتقتلت ازاي يا استاذ رأفت؟ صدقني الفيلا دي وراها سر خطير جدا. انا فضلت اطقص ورا الراجل اللي اسمه موسى دليل اللي اشترى الفيلا. اختفى ما ماتش. وفريده مش ام شيرين، دي مرات ابوها. وشيرين كان لها اخت تانيه اسمها شريهان. اختفت هي وابوها. وصاحب الفيلا واحد اسمه شهاب. كان متجوز وعنده ولد وبنت. وامه كانت عايشه معاه. باعوا الفيلا واختفوا. شهاب في ايه؟ اصل في واحده شغاله في الفيلا اسمها ام شهاب، بس انا ما اعتقدش انها هي. مش هم كانوا اصحاب الفيلا؟ هم خدوا ثمن الفيلا وراحوا منطقه تانية. بس الغريب ان شريهان وابوها اختفوا، بس ساب فريده عايشه مع شيرين، والاتنين عايشين مع بعض، والناس كلها عارفه ان دي امها. عشان كده دايما في مشاكل ما بينهم. أنا مش هسكت غير لما أوصل للحقيقة، وخصوصا بعد اللي حصل لنيلي. الله يرحمها. طب أنا مطلوب مني إيه يا أستاذ رأفت؟ تساعدني. ساعدك إزاي بس؟ أنا عايز أقول لك اليوم اللي انتحرت فيه نيلي الله يرحمها، اليوم ده جت شيرين وقالت لي أنت لازم تسيب الفيلا.
وانا بس كنت قاعد عشان مستني ابويا يرجع من السفر، وهو رجع يعني انا دلوقتي ماليش مكان في الفيلا. طب والحل؟ أنسة شيرين، عمري حان جاب لحضرتك الطلبات اللي انت طلبتيها، وفي واحدة اسمها صابرين عايزة تقابلك. مين صابرين دي؟ مش عارفة، بس هي معاها شنطة فأعتقد عايزة أوضة. طب سكنيها في أي أوضة وقولي لها قوانين الدار. حاضر، أي أوامر ثانية؟ شكرا. عفوا. ما صاحبش الفارة فير، حتى لو راكبين أتاري أتاري الدنيا أتاري تاتاتي رفات. شكرا قوي يا عمري على العزومة دي، أنا فعلا كنت محتاجها قوي. لا دي أقل حاجة عندي، كلت كشري وشربت عصير، أظن فل قوي كده. متشكرين يا سيدي على كرم أخلاق سعادتك. لا ده أنا عشان بس لما تبقي نجمة كده تفكري إن خيري كان عليك. عموما يعني هبقى أعزمك عشان ما تقعدش تزليني تاني. يلا سلام. سلام يا استاذه يا برنسيس. برنسيس برنسيس. اوكي النجم كان فين؟ كان عندي تصوير يا سعيد. نجم يا ابني، نجم نجم النجم. عارف بقول لك ايه، اعمل حسابك حنه ابن اختي الاسبوع الجاي، وانا قلت له ان انت جاي. والله يا سعيد اشوف جدول مواعيدي. لا ابوس ايدك، ده انا معشمهم. اقول لك على حاجه، حدد انت اليوم وانا هخلي حنة ابن اختي في اليوم ده. لا اذا كان بقى انا هحدد تصبح على خير يا سعيد. وانت بالقالوا يا نجومية، مشينا صح مش عاجب. ايوه والغلط مسكتنا يا سعدة. على ايه بترفع الحاجب؟ هي شيرين فين؟ اوضتها. الحريدي يا خالتي، الحريدي في ايه؟ انا جوعت. الله يخرب بيت شيطانك، انت مش لسه واكل؟ انا بقالي ساعتين ما اكلتش يا خالتي. حرام عليك يا خالتي، انا بحترق على اجلكم بالساعات بره. حرام عليك، انا جوعت، انا جعانه يا خالتي. خلاص اهمل اسكت. هو مش هاب؟ نعم. اعملي له طبق فته. هو ده الكلام؟ عيش بالميه. هو انت ليه مصممه ان انا فرخه يا خالتي؟ هش هش. حسبي الله ونعم الوكيل. انا باليوم اديت هنا وانا خسيت النص. والله يا ابو شهاب انا عايز شندوتش لحمه. يا ابو شهاب حاضر يا حبيب، هعمل لك شندوتش لحمه بجد. ربنا يخليكي ليا. روحي يا شهاب. لا ما تروحيش، يلا اعملي لي الشندوتش بسرعه. انتوا مش مستعجلين ولا حاجه؟ احمد بيقول ان الشقه خلاص جهزت، فليه نستنى؟ احنا بص لسه قدامنا على الشهر اسبوعين، وانا بكره جاي المنصوره، هو هيوصلني ويرجع، فلما نيجي نبقى نتكلم. هم يا حبيبتي انا مش هعمل اي حاجه من غير انت ما تكوني موافقه. ماشي يا حبيبتي، تصبحي على خير، باي. قولي لي بقى ايه حكايه السفر فجاه دي؟ والله احمد مستعجل وهو اللي عايز كده، بيقول لي الشقه خلاص جهزت. طب على الاقل استني بعد الامتحانات اخر الترم. مش هينفع يا منى، بصراحه انا زهقت من العيشه في المكان ده، وبعدين مصاريفي بقت كتير قوي. تيتا معاش بتاعها ما بقاش متحمل المصاريف ولا العلاج، انا بقيت احس ان بتوفر من علاجها عشان تديني اصرف. فخلاص بقى ما دام الشقه جهزت ايه اللي هيخلينا نستنى؟ انت عارفه انا لازم ارجع للمنصوره عشان الكوافير والفستان، الحاجات دي بتاخد وقت، ما فاضلش غير اسبوعين بس. الف مبروك يا حبيبتي، ولو اني هبقى لوحدي من غيرك. يا سلام، انت مين قالك الكلام ده؟ انا هاخدك تعيشي معانا، مش هسيبك هنا. انا واحمد اتفقنا خلاص. يا سلام، لا طبعا ما ينفعش، انت بتهزري. عموما يعني انا مش هسيبك لوحدي، لو عايزين اسافر معاكي هسافر. لا يا ستي خليك انتي، خلصي الكليه مش هبقى انا وانت ضيعنا الترم. ابقي تعالي بس قبل الفرح باسبوع. انا فرحانه قوي بجد. بس انت عارفه اكتر حاجه مزعلاني ايه؟ ايه؟ تيتا مصممه ان هي ما تجيش تعيش معايا. بس على مين؟ انا هاخدها
واحمد مصمم كمان انه ياخدها تعيش معانا. يعني انت مش عارفه جدتك ما تعرفش تنام الا على سريرها وما تعرفش تشرب لبن الا من الست ام سالم بتاعه اللبن. يعني ام سالم بتاعه اللبن لو ماتت مش هتشربه ابدا. لا ده انت ستي اهم حاجه جورنال الجمهوريه اللي الراجل يعني بيتعذب عشان يجيبه لها. في حد لسه بيقرا جرايد؟ ستي بس. فاكره لما اتاخر عليها قعدت تتخانق معاه قد كده وقال لها حرام عليك يا حاجه انا بجيلك مخصوص عشان خاطر ابويا. طب انا اقوم اخد دش بقى احسن انا مش قادره وعايزه انام. قوم يا اختي. تصدق ان انت بحلال؟ انا كنت لسه هكلمك حالا. عسكري. تمام يا فندم. في حد دخل اوضتي؟ محدش دخل يا فندم ولا خرج منها. فندم انا واقف الصبح محدش خرج.